اذا استفاد اكس فاكتور اوف ذا جيم هو محمد العكيري اللي سجل سلي قاتله بنهايه المباراه وقدر يعطي فوز لفريقه بالجيم. محمد العكيري هو اذا استفاد اكس فاكتور اوف ذا جيم. عم يستلم جيزته من المدرب فؤاد جرس وبناخذ مقابله مع ريان. محمد يعني بكل بساطه حطيت السله اللي غيرت الجيم واعطيتكم الفوز، طلعت ستيب هيد اكس فاكتور بلاير، شو شعورك وقد ايه هالشوطه رح تعطيك ثقه لتكمل السيزون كله؟ اكيد 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 هالشوطه حتعطيني ثقه بحالي اكثر، والحمد لله انا ما لعبت كثير وقت بس كنا كفريق اليوم عم نلعب، الحمد لله قدرت خلي الشباب اعطي شوطه ما حد ما عم بقدر احكي انه قدرت اعطي الكونفدنس للشباب، وانا اهم شيء انه ان شاء الله من هلا ورايح حضلي بهالمستوى. اذا اكيد سمعنا راي